السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نحل قواعد الوحدة السادسة من كتاب المراجعة My New Friend Final Revision، اللي هي القواعد الخاصة بأفعال السببية اللي هي Causative Verbs. معنى Causative Verbs أفعال السببية يعني إن في شخص ما بيجعل أو بيسمح أو بيجبر أو بيطلب أو بيقنع شخص آخر إنه يفعل شيء ما. القاعدة دي بتنقسم لجزئين، الجزء بتاع have والجزء بتاع get. الجزء بتاع هاف بيقول لي فاعل وهاف او ميك او ليت، وبعد كده مفعول، وبعد كده المصدر. طيب ده في المبني للمعلوم. الجزء بتاع جيت برضو في المبني للمعلوم، فاعل او جي فاعل وبعدين جيت وبعدين مفعول وبعدين تو والمصدر. ممكن استبدل بجيت بكوز وفورس والاو واسك واوردر وتيل وبليج وبرسويد وونت ونيد. في المبني للمجهول بتبقى القاعدة كالتالي: فاعل هاف أو جيت أو أحد مشتقاتهم، وبعدين مفعول، وبعدين تصريف تالت. بالنسبة للفعل ميك في المبني للمعلوم بيبقى فاعل ميك مفعول مصدر، وده معناه يجعل. طب لو في المجهول بيبقى فاعل ميك مفعول تو المصدر، وبيبقى هنا معناها يجعل. نحل اول سؤال كده ونشوف الجمل شكلها ايه. I always get my homework. انت عندك my homework مفعول اهو، مفعول غير عاقل، وعندك get يبقى انت عايز تصريف تالت. لما يكون مفعول عاقل يا اما بتجيب have والمفعول والمصدر، ومفعول غير عاقل have والمفعول غير عاقل والتصريف التالت. طب بالنسبة لget، جيت ومفعول غير عاقل بتجيب التصريف التالت، جيت ومفعول عاقل بتجيب تو المصدر. انت عندك ماي هاوس ويرك ده مفعول غير عاقل، يبقى انت هتاخد دان، ولو استبدل جيت بهاف يبقى تنفع. هبه اولويز هيلبس هير ماذر تو. طيب تو ايه بقى؟ اول واحده بيقول لك جيت دان ذا واشنج، تاني واحدة the washing gets done، تالت واحدة get the washing done. طيب رابع واحدة get the washed doing. طيب انت عندك كلمة washing مفعول غير عاقل وجايب معاها get، يبقى هنجيب get الأول. طب هنجيب get ولا gets؟ هنجيب get علشان تو، يبقى get الأول وبعدين washing مفعول غير عاقل وبعدين التصريف التالت، يبقى رقم C. دي طبعا جملة سببية. رقم ثلاثة I not my project work. my project work ده مفعول غير عاقل اهو، يبقى انت عايز يا اما هاف والمصدر، يا اما جيت، يا اما هاف والتصريف التالت، يا اما جيت والتصريف التالت. طب فين التصريف التالت هنا؟ اللي هي ضن، يبقى جوت مع ضن، يبقى رقم دي. رقم أربعة I not the book report done. كلمة book report مفعول غير عاقل وجايب بعدها تصريف تالت، يبقى انت عايز have أو get. طيب بس احنا معانا tomorrow، يبقى انت لازم تلتزم بالزمن، يبقى انت لازم تجيب will. طب فين will؟ يبقى will get رقم دي. رقم خمسة our teacher not the book again. جعلنا نقرا الكتاب مره ثانيه، او سمح لنا نقرا الكتاب مره ثانيه. طب ليت ومفعول عايز المصدر، ما تنفعش رقم ايه عشان في تو اهي. لو كانت ليت اس ريد كانت تنفع. طيب ميد اس ريد تنفع، ميد اس ريد ميد بيجي بعدها مفعول وبعدها مصدر. طيب جوت اس ريد ما تنفعش، عايزه جوت اس تو ريد. طيب هاد اس تو ريد ما تنفعش، عايزه هاد اس ريد او ريد، هاد اس ريد.
يبقى احنا عندنا made us read مصدر. رقم 6 the teacher sometimes not an easy exercise for homework. make us to do غلط تو ما تجيش مع made مع make المفروض يقول makes us المصدر على طول. طيب allows us do دي تنفع. طيب cause us do ما تنفعش عشان cause عايزة to تو المصدر. let's us do let's us do تنفع. طب allow us do ما تنفعش. ما تنفعش ليه allow us do؟ عشان allow عايزة بعد المفعول to المصدر، يبقى احنا هناخد let us do رقم دي. رقم 7 my parents not up later at the weekend allow me to stay. allow وبعد المفعول وبعد طول المصدر تنفع. طيب let me to stay غلط. let me المفروض تبقى let me stay على طول. make me to stay غلط، المفروض تبقى make me stay. make مفعول مصدر. allow me stay غلط، المفروض allow me وبعد طول المصدر. يبقى الإجابة رقم ايه؟ 8 the very hot weather sometimes not going outside. انت عندك going ing مش هينفع تيجي بعد تو، مش هينفع تيجي بعد تو. يبقى رقم سي غلط وبي غلط. طيب هي encourage us encourage بتاخد تو ما بتاخدش from، يبقى ايه؟ يبقى stops us from. stop هي اللي بتاخد from. رقم ايه؟ 9 not you at home have a servant help ولا have a servant helps ولا have a servant helped ولا have a servant to help. have عايز المفعول وبعد كده المصدر، يبقى رقم ايه؟ رقم سي بتقول لي هاف والمفعول والفرق اس، لا احنا عايزين المصدر بدل هيلبس تبقى هيلب. رقم بي هاف سيرفنت هيلبد تصريف ثالث، لا عايزين مصدر عشان سيرفنت عاقل. هاف ا سيرفنت تو هيلب برضو غلط، عايزين مصدر. يبقى الاجابه رقم ايه؟ رقم 10 ماي ماذر دازنت نوت اوت ليت ات نايت. allow عايزه طول مصدر، يبقى رقم ايه ما تنفعش؟ ب let ومفعول ومصدر تنفع. طب allow to وجو وبعدين مي ما تنفعش، التركيبه ما تنفعش، المفروض يبقى allow وبعدين المفعول على طول. طب let go me برضه ما تنفعش، لازم مي تجي بعد let، يبقى رقم ب let me go let وبعدين المفعول وبعدين المصدر. رقم 11 علي نقط himself. اول ما تلاقي كلمة himself كده يبقى دي مش جملة سببية، يعني علي عمل الطعام بنفسه. he didn't have help from anyone، ما خدش اي مساعدة من اي حد. يبقى علي مش هناخد بقى had ولا get، يبقى had و get غلط. يبقى رقم A غلط ورقم C غلط ورقم D غلط. يبقى cooked his dinner طبخ الطعام بنفسه، دي جملة عادية ما هيش جملة سببية. يبقى رقم بي. 12 when I was little عندما كنت صغير I was poor كنت فقير so I not to school كان يجب علي ان انا اذهب الى المدرسة، امشي الى المدرسة. كان يجب دي جملة يجب، جملة كان يجب في الماضي ما هيش جملة سببية. يبقى كان يجب في الماضي يبقى had to walk. طبعا مش هاخد بقى هاد مي ووك لان محدش هيمشيني ولا جوت مي تو ووك برضو محدش دي مش جملة سببية اصلا. رقم 13 I bought the newspaper for dad this means هذا يعني ان انا اشتريت الجريدة لابي، ده يعني ان ابويا خلاني اشتري الجريدة. طيب
اي هاد هيم باي ذا نيوز بيبر. انا خليته يشتري الجريده طبعا. لا ده انا اللي اشتريت. اي جوت هيم تو باي برضو غلط، انا اللي اشتريت مش هو اللي خلاني اشتري. طيب مش انا اللي خليته يشتري. رقم سي هي هاد مي تو باي ذا نيوز بيبر، هو خلاني اشتري الجريده، بس هاد ما ينفعش يجي معاها تو، لازم المصدر. طب رقم دي هي هاد مي باي ذا نيوز بيبر، هي دي اللي صح، هاد وبعد المفعول وبعد المصدر. رقم 14 ماي كار ماست نقط as soon as possible، عربيتي يجب ان يتم تصليحها في اقرب وقت. طيب لو قلت ماي كار قلت هاف ات وشت، تغسل هاف وبعدين المفعول اللي هو ات وبعدين التصريف التالت تنفع. طيب هاف وشت ات ما تنفعش لانها مش جملة سببية. هاف تو بي وشت، هاف ما بيجيش مع تو، بي وشت مش هتنفع. يبقى احنا عندنا هاف ات وشت، يعني العربية بتاعتي تم غسلها بواسطة شخص آخر. يبقى رقم ايه؟ 15 منى سويبت ذا فلور فور هير ماذر، منى كنست الأرض لأمها. ذس مين، هذا يعني إن منى جعلت أمها تكنس الأرض، هاد وبعدين ماذر وبعدين سويب، دي صح. طيب ماذر لا، منى سويبت ذا فلور، منى هي كنست الأرض، منى خلت أمها هي اللي تكنس الأرض، غلط. طيب رقم بي ماذر هاد منى سويب ذا فلور، الأم هي اللي خلت منى تكنس الأرض، دي صح. طيب منى جوت ماذر، منى خلت أمها تكنس الأرض، غلط. منى ماذر هاد منى سويبت ذا فلور، منى خلت مامت منى الأم خلت منى تكنس الأرض. طب ما أنت عندك هاد وعندك منى عاقل، ما ينفعش يجي معاها تصريف تالت، يبقى رقم بي هي اللي صح. ستاشر the sentence I had my clothes washed، أنا خليت ملابسي تتغسل، يعني دي جملة سببية. يبقى بيقول لك I washed them myself، أنا غسلتها بنفسي، طبعا لا ده جملة سببية. طيب رقم بي بتقول لي my clothes were washed by me، اتغسل بواسطتي، يعني اللي غسلتها، لا ده أنا خليتها تتغسل. I got someone wash them، أنا خليت حد يغسلها، بس got عايزة to عشان someone ده عاقل، يبقى ما تنفعش. I got them washed، أنا خليتهم يتغسلوا، got وبعدين them المفعول غير عاقل وبعدين washed التصريف التالت، يبقى رقم دي صح. سبعتاشر my brother did the homework for me، أخويا عمل الواجب لأجلي، يبقى دي جملة سببية. This mean I did it myself، أنا عملته بنفسي، طبعا غلط، ده هي جملة سببية، خليت حد يعملهولي. I had it done، أنا خليت حد يعمله، هي دي. طيب I got it to do، طبعا غلط، got مع it ضمير غير عاقل، ما يجي تصريف تالت ما يجيش طول المصدر. I had it do برضه had مع it ضمير غير عاقل، يجي تصريف تالت ما يجيش مصدر، يبقى رقم B. I had it done had وبعدين ضمير غير عاقل وبعدين تصريف تالت. تمنتاشر the car doesn't start، العربية مش عايزة تشتغل. you should not yesterday، انت كان يجب عليها كان يجب يتم فحصها امس. طيب هي دي الجملة، دي جملة سببية ولا مش جملة سببية؟ جملة سببية، لان مش انا اللي هفحص العربية، في ميكانيكا هو اللي هيفحص العربية، يبقى العربية هتتفحص بواسطة الميكانيك، يبقى دي جملة سببية. you should have had it checked ولا checked ولا checked it. طيب احنا لو قلنا yesterday علامة من علامات الماضي، علامة من علامات الماضي. طيب في رقم دي بيقول
بيقول لي have been checked، you should have been checked. طب have been checked ديت مبني للمجهول، طب have it checked هي دي المطلوبة، you should have it checked. have it checked بس مش هتنفع have مع yesterday لان have مضارع. طب check برضو مضارع مش نافع مع yesterday. طب have had it checked دي تنفع بقى عشان have had دي كده ماضي، مضارع تام يدل على الماضي يبقى تمشي مع yesterday. طيب it checked، it ضمير مفعول غير عاقل وبعد كده تصريف تالت، يبقى رقم ايه؟ تسعتاشر. بيقول لي she not 2 weeks ago، كلمة ago ماضي يبقى انت عايز الفعل يكون ماضي، واجيب لك الفعل الماضي got و got fixed و got her car. طيب هو انت هي هتصلح العربية ولا هيتم تصلحها؟ العربية يتم تصلحها بواسطة الميكانيكي، يبقى دي جملة سببية، يبقى انت عايز got وبعدين عايز الكار وبعدين عايز التصريف التالت، والكلام ده فين؟ في رقم دي. 20 I wash my clothes myself، انا غسلت الملابس بنفسي يعني محدش عملها لي، يعني مش جملة سببية، يبقى I نقط. طيب اول حاجة بتقول لي have them washed، خليتهم يتغسلوا، طبعا غلط. طيب I them ما تنفعش I مع them، I don't have them washed هي دي ما خليتهمش يتغسلوا، يبقى رقم C. I don't wash them، انا ما غسلتهمش، لا طبعا، يبقى رقم C. 21 the teacher not home when I fell ill، عندما انا سقطت مريضة. طيب ليت ما بيجيش معاها تو، يبقى رقم A غلط. هاد ما بيجيش معاها تو، يبقى رقم B غلط. اللاو بيجي معاها تو المصدر صح. ميد ما بيجيش معاها تو يبقى غلط، يبقى اللاو مي تو، يبقى رقم سي. 22 ذا مانجر نوت اوفر تايم تو فينيش ذا بروجكت، ميد اس ورك، ميد بيجي بعدها مفعول وبعد المصدر صح، اللاو اس بيجي بعدها تو يبقى غلط، جوت اس بيجي بعدها تو يبقى غلط، هاد اس وركد برضو غلط لان الاس هنا ضمير عاقل وينفعش نجيب تصريف تالت، المفروض نجيب مصدر، يبقى رقم ايه. 23 I not myself، عايز يقول انا عملت الواجب بنفسي، يبقى I did my homework myself، I did my homework myself، يبقى رقم دي انا عملته بنفسي، طالما في myself يبقى مفيش جملة سببية، يبقى هات بره وجود بره. 24 I not I did it myself، طالما myself يبقى هو عمله بنفسه، يبقى مفيش جملة سببية، يبقى هات بره وجود بره. طيب يبقى I washed my car رقم B، طبعا رقم A had my car washed خليتها تتغسل، دي ما هي الجملة أصلا ما هيش جملة سببية، ودي جملة سببية ما تنفعش. my car was washed تم غسلها، I did my itself ما تنفعش برضو، got my car washed برضو دي جملة سببية ما تنفعش. 25 you should not the dinner for you. have منى cooked ولا have منى cook ولا get منى cook ولا cook منى؟ طيب الاول نمسك رقم ايه، have منى cooked ما تنفعش لان منى ده عاقل، يبقى عايزه مصدر. have منى cook تنفع،
طب جيت منى المفروض يبقى تو كوك، وكوك منى ما ينفعش كوك منى، يبقى رقم بي هاف منى كوك. 26 my computer has stopped working I am not tomorrow. طيب الكمبيوتر بتاعي توقف وانا هخليه يتصلح بكره غدا. طيب هو انا اللي اصلح؟ لا مش انا اللي اصلح، ده التكنيشن اللي هيصلح الفني. طيب ام عايز اي ان جي، كلهم اي ان جي. طيب اي ام ريبيرنج ات، مش انا اللي هصلحه، ده هو توقف الميكانيك الفني هو اللي هيصلحه، يبقى رقم ايه غلط. جيتنج ات ريبير، جيتنج ومع ات يبقى عايز تصريف ثالث يبقى بره. طب جيتنج ريبيرد ات ما تنفعش، لازم المفعول يجي بعد جيت. طب هافينج ات ريبيرد، هافينج وبعدين المفعول غير عاقل وبعدين تصريف ثالث، يبقى رقم دي. 27 I had some paint my flat. I had someone paint my flat، يعني انا خليت شخص ما يدهن الشقة، يبقى دي جملة سببية. هذا يعني ايه؟ هذا يعني ان انا دهنت الشقة بنفسي، I painted it myself، طبعا غلط. It was painted by me، يعني هي اتدهنت بواسطتي، برضو غلط. I had it painted، had وبعدين it وبعدين تصريف ثالث صح. got it to paint، طب it got مع it بيدينا تصريف ثالث، وهو جايب لي تو المصدر، ما تنفعش، يبقى رقم سي. 28 I usually tidy my room myself، انا عادة برتب الحجرة بنفسي. بنفسي يعني مش جملة سببية، يبقى I have no one tidy it، دي صح، ما بخليش حد ينظفها. have someone tidy it بخلي حد ينظفها؟ لا. get someone to tidy it برضو لا، لانها جملة سببية. get no one tidy it، طيب ما هل get عايزة تو المصدر، يبقى ما تنفعش. 29 I didn't paint the house myself، انا ما دهنتش البيت بنفسي، يبقى دي مش جملة سببية. يبقى دي جملة سببية، ما دهنتهاش بنفسي، يبقى جملة سببية. يبقى I got painted it، انا دهنتها؟ لا طبعا. had painted it طبعا ما ينفعش، لان برضو انا اللي عملتها. it was painted برضو ما تنفعش، اي ما يجيش بعدها it. طيب got it painted، got و it وتصريف ثالث، يبقى رقم دي. رقم 30 I will not hurt. طيب make the players to train، غلط طبعا، لان make وبعدين players عايز المصدر على طول. allow the players train برضو allow عايز المفعول وبعدين to المصدر. have the player to train برضو have عايزة المفعول وبعدين المصدر. get the player to train، get وبعدين المفعول وبعدين to المصدر، يبقى رقم دي. 31 he not before his wedding، قبل الزفاف بتاعه، هو عايز يقول هو خلى حد يقص شعره قبل الزفاف بتاعه. had his hair cutting، hair غير عاقل، يبقى احنا عايزين تصريف ثالث، يبقى كده دي غلط. had his hair cutting برضو غلط، لان عايز تصريف ثالث. got his hair cutting برضو غلط، عايز تصريف ثالث. got his hair cut، هيري جوت وبعدين مفعول غير عاقل وبعدين تصريف التالت، يبقى رقم دي. 32 wait there، انتظر هناك، and I'll not you with those bags. طيب I will مش هيجي بعدها تو، ما تنفعش. طيب get someone help دي تنفع، دي ما تنفعش برضو، لان جيت وبعدين سموان عايز اطول المصدر. هاف سموان تو هيلب برضو ما تنفعش، هاف سموان عاقل عايز المصدر. جيت سموان تو هيلب، دي تنفع. جيت
وعاقل وبعدين تو والمصدر، يبقى رقم دي. 33 كان اي نقط اون امج. طيب هو عايز يقول ممكن الصورة بتاعتي تترسم على المج. يقول لي هاف برينتد ماي فوتو، يعني انا هو انا اللي هطبع. طبعا غلط، ده انا هيتم طباعة اسمي على المج، يعني جملة سببية. هاف ماي فوتو برنت، لا ده احنا الفوتو دي غير عاقل، يبقى احنا عايزين برينتد، عايزين تصريف تالت. جيت ماي فوتو برينتد، جيت ومفروض غير عاقل وبعدين برينتد تصريف تالت. طب جيت برينتد ماي فوتو، مش انا اللي هعمل، يبقى رقم سي. أربعة وتلاتين ماي ماذر نقط زميل it is delicious، عايز يقول أمي طبخت الوجبة أو أعدت الوجبة وهي لذيذة، أمي أعدت الوجبة. طيب it is delicious، هي لذيذة. طيب good prepared ما تنفعش لان هي مش مبنيه للمجهول، واصبر بيرد ما تنفعش مش مبنيه للمجهول. طيب وهاد ايه بري بيرد ما تنفعش لانها مش جمله سببيه، يبقى بري بيرد بس، يبقى رقم سي. 35 my father always not to school because he says it is healthy. فورس مي ووك، كلمة فورس الفعل فورس بيجي بعد منه مفعول وبعدين تو المصدر، يبقى ما تنفعش. انكارج مي ووك برضو انكارج عايزة تو المصدر، ما تنفعش. جيت عايزة تو المصدر، ما تنفعش، يبقى ميكس مي ووك، ميك وبعد مفعول وبعدين المصدر، يبقى رقم دي. 36 هي مانجد تو نوت سموكينج. سموكينج طبعا هيجي قبلها الفعل ستوب لانها اي ان جي. ماشي. هاف هيز سان تو ستوب، غلط لان هاف مفعول مصدر، عايزين مفعول مصدر. طب هاف هيز سان ستوب، سان عاقل، يبقى احنا ما ينفعش نجيب تصريف تالت، عايزين مصدر. جيت هيز سان تو ستوب، جيت وبعدين عاقل وبعدين تو المصدر. طب جيت هيز سان ستوب، غلط لان جيت مفروض القاعدة بتقول جيت ومفروض عاقل ومصدر، وجايب تصريف تالت، يبقى غلط، يبقى رقم سي صح. 37 he always not his children from wasting their time. طيب هو عايز يقول هو بيمنع اولاده من ان هم يضيعوا وقتهم. كلمة from فعل from بيجي مع كلمة stop او prevent، انت عندك prevent اهي، رقم دي. 38 I not after my child while I was away. طيب نشوف الاختيارات. had my sister to look had وعاقل يبقى مصدر، هو جايب لي طول مصدر يبقى غلط. got my sister looked got وعاقل يبقى طول مصدر، يبقى دي غلط. رقم سي got وعاقل وطول مصدر، يبقى دي صح. طب رقم دي جوت وعاقل ومصدر، لا ده المفروض جوت وعاقل وطول مصدر. 39 اي نوت ماي بروكن كمبيوتر، وعايز يقول انا خليت الفني يصلح لي الكمبيوتر. هاد تكنيشن تو ريبير، غلط طبعا، المفروض ريبير بس، المفروض مصدر بس، عشان تو دي المفروض تتشال. هاد تكنيشن ريبير، دي صح. هاد وبعدين عاقل وبعدين مصدر، يبقى رقم بي صح. رقم سي هاد a technician repair، برضو هاد وعاقل وجبت تصريف تالت، لا ده هاد وعاقل ومصدر. طب هاد repair ده technician، طبعا التركيبة غلط. 40 the boss not his employees to work till late at night، عايز يقول ان المدير خلى الموظفين يشتغلوا
حتى الوقت متأخر من الليل. طيب انت عندك طول مصدر، طول مصدر بتيجي مع جت، اما ميك وهاد ولت بياخدوا المصدر على طول. 41 funny people نقط، ميك اذر تو لاف، لا ميك وبعدين اذر يعني العاقل اللي هو البيبول ده، خلي الناس الاخرين عاقل برضو، يبقى ميك ومفعول ومصدر، بدل تو لاف يبقى لاف بس. هاف اذر تو لاف برضو هاف واذر ومصدر. جيت اذر لاف برضو عايزه جيت ومفعول وطول مصدر. طيب هاف اذر لاف، اه رقم دي صح، هاف وبعدين مفعول عاقل وبعدين مصدر. اتنين واربعين I want to buy a new mobile، انا مش هشتري موبايل جديد. I'll not have وبعدين my old one اللي هو غير عاقل، يبقى احنا عايزين تصريف تالت، يبقى احنا عايزين have مفعول غير عاقل وتصريف تالت، او got مفعول عاقل ومفعول غير عاقل وتصريف تالت. طيب هنا بيقول لي have ومفعول غير عاقل ومصدر، غلط، احنا عايزين تصريف تالت، بدل repaired تبقى repaired. طب رقم بي get my old one repair، لا المفروض تبقى تو ريبير. طب رقم سي هي جيت ريبيرد ماي اولد وان، لا مش انا اللي هصلح، مش انا اللي هصلح الموبايل، دي جمله سببيه. جيت ماي اولد وان ريبيرد، اه جيت وبعدين غير عاقل وبعدين تصريف التالت، يبقى رقم دي هي اللي صح. تلاتة واربعين زي نقط لاست ويك هاد زير فلات بينتد، جايب هاد وجايب غير عاقل وجايب تصريف تالت، يبقى دي صح. طيب هاد زير فلات ووز بينتد، لا احنا عايزين تصريف تالت، مش عايزين جملة مبنية المجهول. طيب جوت وغير عاقل وبرضه ووز بينتد برضه ما تنفعش، جوت زير فلات تو بنت برضه ما تنفعش لان عايزين تصريف تالت، يبقى هاد او جوت وبعدين غير عاقل وبعدين تصريف تالت، يبقى رقم ايه. 44 I don't understand this lesson، مش قادر افهم الدرس ده. I not to me get وبعدين عاقل وبعدين تصريف تالت، كده غلط، المفروض يبقى get وعاقل ومصدر. have وعاقل وتصريف تالت، غلط برضو، يبقى عايز المفروض يبقى have وعاقل ومصدر. طب get وعاقل ومصدر، لا المفروض get وعاقل وطول مصدر. طب هاف عاقل مصدر، اه يبقى رقم دي اللي صح. خمسة واربعين ماذر نوت ماي روم بيفور جوينج اوت، يعني الام خلتني ارتب الحجرة قبل ما اخرج، يبقى دي جملة سببية. طب ميد وبعدين عاقل وبعدين طول مصدر، غلط، المفروض تبقى ميد وعاقل ومصدر. هاد وبعدين عاقل وتصريف تالت، لا هاد وعاقل ومصدر. طب هاد رقم سي هاد وعاقل وطول مصدر، لا المفروض تبقى مصدر بس، رقم دي هاد وعاقل ومصدر، اه رقم دي. سبعة وأربعين بتقول لي، ستة وأربعين بتقول لي before they moved into the new flat زي نقط. طب عندي رقم ايه بتقول لي had it was the furnished، طبعا غلط لان had وبعدين مفعول وبعدين تصريف تالت، مش verb to be وتصريف تالت. رقم بي had it furnished برضو غلط لان had وبعدين مفعول غير عاقل وتصريف تالت. رقم سي هاد ات تو فرنيش، طبعا غلط، هاد ما بيجيش معاها تو المصدر. طب رقم دي هاد ومفعول وتصريف تالت، اه هاد ات فرنيش، يبقى رقم دي الصح. سبعة واربعين زي didn't زير بيست تو، طيب ميك هيم تو اجري، غلط ليه؟
لان هي دي ميك ولازم مفعول غير عاقل، مفعول عاقل وبعدين مصدر، ميك مفعول مصدر. طيب رقم بي هاف هيم تو اجري، غلط لان هاف وبعدين مفعول وبعدين مصدر. طيب ميك هيم اجريد برضو غلط، ميك ومفعول ومصدر. طيب هاف هيم اجري، هاف ومفعول ومصدر، يبقى رقم دي. 48 I don't ever iron my clothes، انا مش باكل الملابس بتاعتي. I always not، يعني انا بخلي حد يكوهم لي. طيب يبقى iron them غلط لان ده معناه ان انا باكويها بنفسي. طيب get them iron، طب get و them، them ده على الملابس والملابس دي غير عاقل، يبقى get وغير عاقل. وتصريف ثالث هو جايب مصدر يبقى غلط، have ومفعول غير عاقل وجايب مصدر غلط، المفروض يجيب تصريف تالت have them ironed، have ومفعول غير عاقل ومفعول عاقل او غير عاقل وتصريف تالت، يبقى رقم دي. 49 I want to have the shirt washed. طيب and نقط right now، انت عندك الرابط and لما بيجي يربط بين فعلين بيبقى الفعل اللي قبل and زي الفعل اللي بعد and بالظبط، يعني عندك washed يبقى انت عايز تصريف تالت، يبقى انت عايز تصريف تالت بعد انت، يبقى ايرونت رقم اي. 50 اي فيزيتد ذا اوكيوليست، انا زرت طبيب العيون. تو نقط، هو انا بقى هفحص عيني ولا هيتم فحصها؟ هيتم فحصها بواسطة الطبيب، يبقى جملة سببية، يعني هخلي الطبيب هو اللي يفحص عيني، يبقى تيست ماي ايز دي غلط. طيب جيت ماي ايز تيستينج، طيب جيت وغير عاقل وعايزين تصريف تالت هو جايب اي ان جي، يبقى غلط. هاف وغير عاقل وتستد، رقم سي صح. طيب جيت تستد ماي اي كده ما بخلي دي، مش كده مش جمله سببيه، دي جمله انني اللي هفحص عيني ما تنفعش، يبقى رقم سي. 51 اي مانجد تو نقط me some more money. طيب get وبعدين father وبعدين to المصدر صح. طيب get و father وبعدين تصريف تالت غلط لان الفازر عاقل. make و father وتصريف تالت غلط لان make والعاقل والمصدر. طب have و father تصريف تالت غلط لان الفازر عاقل المفروض يبقى مصدر، يبقى رقم ايه اللي صح. 52 I am sure she didn't do the shopping alone، انا متاكد ان هي مش بتعمل تسوق لوحدها. she must، هي اكيد بتخلي حد يعمل لها تسوق. طيب have it done، ماشي ممكن معانا have وادي المفعول وادي التصريف التالت. طب do it هي بتعمله؟ لا. طيب be doing it برضو؟ لا. طب have had it done تمشي معانا؟ يعني هو دلوقتي التأكد ده في الماضي، تأكد في الماضي يعني must have والتصريف التالت، يبقى هناخد have had it done، استنتاج في الماضي، يبقى رقم دي. 53 the dentist said that my tooth should not out. طيب الطبيب قال ان السنة بتاعتي لازم يتم خلعها. should يتم ايه خلعها، يبقى should ايه have it pulled ولا get it pulled. طيب have it pulled و get it pulled هما الاثنين زي بعض، يبقى هما الاثنين غلط، يبقى اطلعوا بره. طيب get it pulled غلط لان المفروض يبقى تو، يبقى فضل عندي get pulled رقم دي. 54 مريم not by herself، مريم غسلت الشبابيك بنفسها. طيب مريم مش هينفع اجيب بعدها the windows، يبقى رقم ايه غلط. طيب washed the windows، غسلت الشبابيك بنفسها، دي جملة ما هيش جملة سببية، جملة عادية، يبقى رقم بي. طب سي بتقول لي had the windows washing،
يعني خلت الشبكة تتغسل، المفروض يجيب تصريف تالت وبرضه هتبقى المعنى غلط لأن هي غسلتها بنفسها. طب هات ذا ويند زوجت، جايب تصريف تالت اهي، تركيبة الجرامر صح لكن المعنى غلط لأن هي عملتها بنفسها، ما هيش جملة سببية، يبقى رقم بي هي اللي صح. خمسة وخمسين، علي ويل نوت هي نوز هاو تو دو ات باي هيم سيلف، هو بيعرف ازاي يعملها لوحده، يبقى هو عمل الحاجة دي بنفسه، يبقى علي ويل. عايزين بقى فعل عادي، عايزين جملة عادية ما هيش جملة سببية. هاف هيز كار دي جملة سببية تطلع بره، ريبير هيز كار دي صح. طيب ريبيرد هيز كار، ريبير ده متجيش مع ويل. طيب هيز كار هاف ريبيرد برضه دي جملة سببية ما تنفعش، يبقى ريبير هيز كار رقم بي. 56، ذا بارك مانجر مدير الحديقة نوت ووترد افري داي، عايز يقول بيخلي النباتات تتروي كل يوم، جملة سببية يعني. مانجر مش هتيجي بعدها ذا بلانتس، طيب مانجر مش هيجي بعدها كلمة جيت لأن المفروض يبقى جيتس. هاز ذا بلانتس ووترد ولا هاف ذا بلانتس ووتر، المانجر ده مفرد يبقى هياخد هاز ذا بلانتس، يبقى رقم سي. 57، لميا ويل هاف هير هاوس، هاف وبعدين مفعول عاقل، يبقى انا عايز تصريف تالت، تصريف تالت فين؟ في ديكوريتد باي وفي ديكوريتد. طيب انا هاخد ديكوريتد باي عشان جايب الفعل اللي هو سام ورك مان، يبقى ديكوريتد باي رقم ايه. 58، I am not by the teacher، يعني انا بيتم تصحيح الواجب بتاعي بواسطة المدرس، يبقى انا مش هفحص، يبقى كلمة checking دي غلط وكلمة doing غلط و having غلط، يبقى I am لا عندي having صح، يبقى I am having my homework checked. طيب رقم ايه هتقول لي I am checking my work، طيب فين التصريف التالت؟ هو الجملة مبنية للمجهول باي ذا تيتشر، يبقى دي ما تنفعش. doing my homework برضو ما تنفعش عشان دي جملة مبنية للمجهول. طيب my homework being checked، طيب هو انا بقى اللي بخلي I am my homework، مفيش حاجة اسمها I am my homework، يبقى I having my homework checked، بخلي الواجب بتاعي يتصحح بواسطة المدرس، يبقى having وبعدين هوم ورك غير عاقل وبعدين تصريف تالت، يبقى رقم بي. 59، did you have your meal prepared، هل الوجبة بتاعتك تم اعدادها؟ no I didn't I not myself، انا اعددتها بنفسي، بنفسي يعني عايز جملة عادية مش جملة سببية، رقم ايه جملة سببية تطلع بره. بي مجهول مش هتنفع اي بعد ات بعد اي. طيب ووز ات بريبيرد دي جمله سببيه تطلع بره، يبقى بريبيرد ات ماي سيلف، يبقى رقم دي. 60، وي ويل جيت نوت ات ذا ميكانيكس، طيب انت عندك جيت يبقى انت عايز، وجايب لك كار يبقى انت عايز بعد جيت كلمه كار وبعدين تصريف تالت، بعد جيت كار وبعدين تصريف تالت لان الكار غير عاقل. طيب يبقى دي جملة سببية رقم ايه مش هتنفع لان انا اللي عملت الحاجة. طيب رقم بي يعني مش هتنفع، عايزين بعد جيت الحاجة الغير عاقل. رقم سي اور كار ريبيرد، اه هي دي، يبقى جيت وبعدين المفعول غير عاقل وبعدين التصريف التالت. طيب دي طبعا مش هتنفع لان احنا عايزين بدل ريبيرنج تبقى ريبيرد. 61، ذا فارمر نوت باي ذا فيت افري يير، بواسطة الطبيب البيطري كل سنة. طيب هو عايز يقول ان الفلاح بيخلي الحصان بتاعه يتفحص بواسطة الطبيب كل سنة، يبقى انت عايز جيت او هاف وبعدين الحصان الهورس وبعدين التصريف التالت، يبقى اول حاجه بتقول لي gets his horses
شيكد ولا هاف هيز هورس شيكد؟ طب هاف مش هتيجي مع فارمر لان الفارمر مفرد. طيب يبقى احنا هناخد جيتس هيز هورس شيكد رقم ايه. مش هناخد سي ليه؟ لان الفارمر مش هو اللي هيفحص، ودي برضو الفارمر مش هو اللي هيفحص، عايزين جملة سببية. 62 زي ار هافينج نقط. طب انت عندك هافينج بينتد زير هاوس، يعني هما بيدهنوا المنزل بتاعهم، ولا زير هاوس بينتنج؟ طب هما مش هيدهنوا، هما يخلوا حد يدهن المنزل، يبقى هما يخلوا البيت يدهن، يخلوا المنزل يدهن، يبقى زي ار هافينج عايزين الهاوس وبعدين التصريف التالت، يبقى زير هاوسز بينتد رقم سي. طبعا رقم ايه ما تنفعش، نجيب فعلين اي ان جي ورا بعض. طيب رقم بي بتقول لي زير هاوس بينتنج، ما ينفعش، لازم تبقى بينتد، لازم تبقى تصريف تالت. ورقم دي بينت، لا لازم تبقى تصريف تالت برضو. تلاتة وستين كان اي بورو يور بايك، ممكن استلف العجلة بتاعتك. I can't use mine، ما اقدرش استخدم بتاعتي. Because I am having، لان انا بعمل لها ايه؟ بعمل لها تصليح، بخليها تتصلح. طيب هو انا اللي هصلح العجلة؟ لا، ده هي يتم تصليحها. يبقى having دي عايزين بعدها it، يبقى had repaired، I am having had repaired، دي كده ما تنفعش، و repaired it برضه ما تنفعش. احنا عايزين جملة سببية، يعني have يجي بعدها it، يبقى رقم C ولا D؟ لا هتبقى رقم C، عشان have وبعدين it وبعدين تصريف تالت. 54 we don't always not we wash it ourselves، احنا بنغسلها بانفسنا، يعني احنا الجملة دي جملة عادية ما هيش جملة سببية، دي جملة سببية ما هيش جملة عادية. we don't always، احنا ما نخليش حد يعمل لنا حاجة احنا بنعملها لنا بنفسنا. we don't always، احنا عايزين بقى have او get عشان يبقى المعنى كده، احنا ما نخليش حد يعمل لنا حاجة احنا بنغسلها بنفسنا. طيب يبقى we don't always عايزين have او get، يبقى wash our car دي غلط، we don't always wash our car دي صح، ممكن تبقى صح. do our car washed ولا have our car washed ولا get our car washed؟ ارجع للمعنى، المعنى بيقول لك we don't always، نحن لا، نحن دائما لا ما نخليش حد يغسل العربية، اصلا احنا بنغسلها بنفسنا. يبقى وش our car دي غلط، لان كده احنا بنغسلها بنفسنا، يبقى رقم ايه غلط. طيب getting our car washed، طيب ما هي getting مش هتنفع مع don't، يبقى غلط. طيب do our car washed، we don't always do our car washed، ولا have our car washed؟ لا هي جملة سببية، يبقى have our car washed، يبقى رقم دي. 65 I not twice a year، انا بتم فحص اسناني كل مرتين في السنة. طيب يبقى I لازم يجي بعدها، دي جملة سببية، لازم يجي بعدها have او get، يبقى my test دي مش تنفع مع بعد اش. have my teeth checked، have وبعدين من غير عاقل وبعدين تصريف تالت تنفع. طيب يبقى رقم بي دي تنفع. طب رقم سي have my teeth checking، have وبعدين غير عاقل وبعدين اي ان جي، لا المفروض يجيب تصريف تالت. طب gets my teeth checked، طبعا gets مش هتيجي مع اي لان gets دي مفرد، عايز فاعل مفرد، مش تنفع تيجي مع اي. ستة وستين ليلى يجوالي نقط تويس اير. طيب هي ليلى تفحص سنانها ولا هي هتعمل فحص الاسنان؟ هتعمل فحص الاسنان عند الدكتور، يبقى جملة سببية. طيب هاز هير تيس شيكد، هاز وبعدين تيس غير عاقل وبعدين تشيكد تصريف تالت صح، برقم ايه صح. طيب
تشيك هير تيس، هي هتفحص سنانها، مش هي اللي هتكون بعملية الفحص، الدكتور هو اللي يكون بعملية الفحص، يبقى رقم بي غلط. طب هاش شيك دي هير تيس، برضه هي مش هتقوم بعملية الفحص. طب جيت هير تيس شيكت، طب ليلى عايزة جيتس مش عايزة جيت، عشان ليلى مفرط، يبقى رقم دي غلط، يبقى هي الإجابة رقم ايه. 67 you can not on a t-shirt in that shop printing your name، هو انت اللي هتطبع اسمك على التيشيرت؟ لا، انت يتم مطابقة طباعة اسمك على التيشيرت بواسطة شخص ما، يبقى جملة سببية، يبقى انت بعد كان عايز get او have، يبقى رقم ايه بره، لان مش انت اللي هتعمل الحاجة دي، ده يتم عملها لك بواسطة شخص اخر. طيب have put your name برضو مش هتنفع، لان انت عايز جملة سببية. get your name printed، ادي get وادي النيم غير عاقل وادي printed تصريف تالت. طيب رقم دي بتقول لي get printed your name، انت اللي هتعمل كده؟ لا مش انا اللي هعمل كده، يبقى هي رقم سي، سي الوحيدة اللي جملة سببية. 68 when I was at university، لما عندما كنت في الجامعة I used to prepare my lunch، اعتدت على اني اعد الغداء بتاعي. طب ناو دلوقتي، دلوقتي لا بخلي حد يعمله لي بقى، يبقى بريبير ات ما تنفعش لانها جمله عاديه، انا عايز جمله سببيه. ستيل بريبيرد ات برضه ما تنفعش. طيب هاف بريبيرد ات اللي في رقم دي برضه مش هتنفع، عشان احنا عايزين جمله سببيه ودي جمله عاديه، يبقى احنا عايزين جمله سببيه اللي هي هاف ات بريبيرد، هاف ومفعول غير عاقل وتصريف ثالث، يبقى رقم سي. 69 I didn't accept her offer، ما قبلتش العرض بتاعها to tidy my room، ان هي ترتب الحجرة بتاعتي as not it tidied. طيب وعايز يقول ان انا خليتها تترتب. طيب انت عندك زمن الجملة دلوقتي، الزمن الاولاني I didn't accept، ده ماضي بسيط، لاني يبقى انا عايز ماضي تام بعدها، فين الماضي التام هنا؟ اللي هو رقم سي اللي هو هاد جاست هاد، ما قبلتش العرض بتاعها على ترتيب الحجره لانني خليتها تترتب، خليتها تترتب في الماضي التام، يعني جمله سببيه في الماضي التام، يبقى هاد جاست هاد. 70 باي ذا اند اوف ذا نيكست يير، بحلول السنة القادمة، يبقى احنا كده زمن مستقبل تام، زمن مستقبل تام. طيب زمن مستقبل تام يعني رقم A برة ورقم C برة، ورقم D برة لأنه مجهول، يبقى we will have had the new house built، احنا خلينا المنزل يتبني، جملة سببية في المستقبل التام، دي جملة سببية في المستقبل التام. 'will have' جملة السببية مع كلمة 'built' في المستقبل التام. 71 parents should get children not the amount of time they spend using mobile phone. وعايز يقول ان الاباء يجب عليهم get children، انت عندك كلمة get اهي وعندك كلمة children عاقل، يبقى انت عايز to المصدر، يبقى to limit. 72 my parents make me tidy my room، او ابائي خلوني ارتب الحجرة، زي نقط زي هما ساعدوني في ترتيب الحجرة ولا اكبروني ولا don't insist on that، ما اصروش على ولا let me، لا هما اكبروني ان ارتب الحجرة، يبقى force me to do it رقم B.
73 ذاتي الشر نقط أفلم. sometimes let's us to كده غلط، let's ما يجيش مع to. sometimes let's us watch let's وبعدين مفعول وبعدين مصدر صح، يبقى رقم بي صح. نشوف الباقي. let's sometimes us برضو let's ما يجيش مع to المصدر. let's sometimes us watch التركيبة في الجرامر مش مظبوطة، لأن sometimes لازم تيجي قبل let's مش بعد let's، يبقى رقم بي الإجابة الصح. 74 which of the following is structurally correct، مين في دول تركيبة جراماتك الصح. I will get a mechanic، get عايزة تقول مصدر مش عايزة المصدر، يبقى دي غلط. طيب رقم بي I will have my car checking، طبعا my car غير عاقل يبقى عايزة تصريف تالت بعدها غلط. طب رقم سي I'll get a mechanic who check my car، برضو غلط عايز بعد ميكانيك تصريف تالت checked. رقم دي I will get my car checked، جيت وبعدين my car بعدين تصريف تالت، يبقى دي صح. رقم دي صح. 75 مين في دول جراماتيكالي incorrect، structurally incorrect في الجرامر غير صحيح. I don't allow، كلمة allow بيجي بعدها المفعول وبعدين تقول مصدر، يبقى دي صحيحة. طيب don't let yourself، don't let yourself be cheated، طب دي صح في المبني المجهول. let في المبني المجهول بيجي بعدها ضمير المنعكس وبعدين be والتصريف التالت. I can't get my friend to change، جيت وبعدين عاقل المفروض يجي تقول مصدر، يبقى رقم سي هي اللي غلط. رقم دي بيقول لي I stopped them from making، stopped وبعدين مفعول وبعدين from والاي ان جي كده صح، يبقى رقم سي اللي غلط. 76 which of the following sentence is not correct، ما هي الصحيحة. the teacher had us do، طيب انت عندك هاد وعندك مفعول عاقل وبعدين مصدر صح. what caused you change، طب caused كده غلط لان المفروض كوز الفعل كوز بيجي بعدين مفعول وبعدين تو المصدر، يبقى رقم بي غلط. رقم سي شي ميد هير سيستر فولو، عندك ميد وعندك المفعول العاقل وعندك المصدر صح. اي ليت زيم تيك، ليت ومفعول عاقل وبعدين المصدر صح، يبقى رقم بي اللي غلط. 77 مين في دول غلط. The soldier were made، خلي بالك ان هنا بقى مش made، هنا were made. were made يعني كده مبنية للمجهول، بيجي بعدها to المصدر، يبقى to fire، يبقى كده رقم ايه صح. طب رقم بي بيقول لي the teacher asked علي to read، طب asked وبعدين مفعول وبعدين to المصدر صح. طب رقم سي ذا ماذر فورسد هير، طب فورسد ومفعول بيجي بعدها تو المصدر مش سليبنج مش اي ان جي. طيب اي وونت، يبقى رقم سي هي الغلط. رقم دي اي وونت يو تو هيلب، وونت وبعد مفعول وبعدين تو المصدر صح. 78 من فضول غلط برضو. كانت اي بيرسويد يو تو كام، طيب دي صح بيرسويد وبعدين مفعول وبعدين تو المصدر. The colonel made the soldier fire، made وبعدين مفعول عاقل مفعول وبعدين المصدر صح. رقم سي I had my hair cuts، غلط لأن had وبعدين مفعول غير عاقل، يبقى التصريف التالت يبقى cut، يبقى رقم سي الغلط. طب رقم دي صح ليه بقى. We will get our car repaired، get وبعدين car غير عاقل وبعدين تصريف تالت صح. تسعة وسبعين which of the following is structurally incorrect، مين في دول غلط. I have my room cleaned، have وبعدين غير عاقل وبعدين تصريف تالت صح. B I had my car repaired، had وبعدين مفعول غير عاقل وبعدين repaired تصريف تالت صح. C
I will have my hair cut. طيب have وبعدين هير my hair وبعدين تصريف ثالث صح برضو. Mom is having cooked the food at the moment. طيب دي غير دي غلط بقى، دي غلط، رقم دي هي اللي غلط. ليه بقى؟ هقول لك ليه دلوقتي. عندك كلمة at the moment مضارع مستمر، يعني am و is و are والفعل هو ال ing، ما يجيش بعدها تصريف تالت. المفروض يقول لي is cooking the food مش is having cooked. 80 مين في دول خطأ؟ I have had my hair cut since 2 o'clock. هيلعب بقى في الأزمنة دلوقتي. طيب since مضارع تام وجايب have had صح كده. طيب وبعد had جايب hair غير عاقل وبعدين جايب تصريف تالت، يبقى كده الجملة دي صحيحة. علي is getting his car repaired today. طيب انت عندك today علامة من علامات المضارع المستمر، وهو جايب is getting وبعد getting جايب his car غير عاقل وبعدين جايب تصريف تالت، يبقى كده صح. طيب رقم C I am being my homework. طبعا ما تنفعش being، يبقى I am doing my homework. لا ما تنفعش برضو، يعني يقول ايه؟ يقول I am having او I am getting عشان تبقى الجملة جملة سببية، يبقى I am having او I am getting، يبقى رقم C الغلط لان بعبر عن السببية بهاف او جيت وبعدين غير عاقل وبعدين تصريف تالت. طيب رقم دي بيقول لي the cold weather stops us from going outside. طيب كلمة stop مفعول وبعدين from وبعدين ing، يبقى كده صح. 81 مين في دول جملة positive؟ positive يعني active، positive يعني جملة سببية معلوم. I cooked معلوم يعني ما فيش يعني الفعل بتاعي عاقل، ما هوش غير عاقل. الفعل اللي بعد have او get يكون عاقل. I cooked this meal، cooked this meal كده ديت مجهول ما تنفعش. This meal was cooked by me، دي جملة عادية ما هيش جملة سببية. طيب I had this meal cooked، برضو دي جملة سببية بس مجهول. I had my mother cook، دي جملة سببية معلوم علشان الفعل معلوم اهو اللي هو my mother، يبقى رقم دي اللي صح. 82 مين في دول passive causative sentence؟ يعني يكون في have أو get وبعد كده يجي غير عاقل، يكون في have أو get وبعد كده غير عاقل. طيب this dress was made by منى، هذا الفستان تم تصميمه بواسطة منى، دي جملة، دي مش جملة سببية. منى got his dress made، دي جملة سببية بس جملة سببية مجهول لانه جايب دريس بعد جوت، جايب غير عاقل بعد جوت. منى ميد ذيس دريس باي هير سيلف، طبعا غلط ما هيش جملة سببية. طب منى جوت هير ماذر، دي جملة سببية بس مبنية للمعلوم، جملة سببية مبنية للمعلوم. هو عايز السببية مبنية للمجهول، يبقى رقم بي، يبقى منى جوت ذيس دريس ميد، يبقى جوت وبعدين غير عاقل وبعدين تصريف تالت، يبقى رقم بي الإجابة الصحيحة. 83 the manager not his secretary not the document. طيب السكرتري ده عاقل، يعني يجي بعد منه يا إما المصدر يا إما طول مصدر. المصدر لو هجيب have، طول مصدر لو هجيب get. يبقى رقم دي بره لانها تصريف تالت تايبد، وسي بره تصريف تالت تايبد، يبقى عندي A وعندي B هي اللي هتاخد طيب بس. طيب جوت مش هتيجي مع طيب، عايزه تو طيب، يبقى هاد طيب، يبقى رقم A.
84 he is getting them to mend وخلاهم يصلحوا الشبابيك، يبقى دي جملة سببية. he is having the windows to mend، طبعا having وبعدين ويندوز غير عاقل، عايز التصريف الثالث مش عايز تقول مصدر، يبقى غلط. he is having to mend having لازم يجي بعدها المفعول. طيب he is رقم C he is having برضو عايزين مفعول. طب رقم D he is having the windows جاب المفعول اهو غير عاقل، يجيب التصريف الثالث على طول يبقى mend، يبقى رقم D صح. خمسة وثمانين normally you should not your eyes. طيب انت عندك your eyes يبقى انت عايز بعدها ده غير عاقل، يبقى انت عايز بعد منه تصريف تالت. التصريف التالت في رقم C وفي رقم D. طيب هناخد have ولا to have checked. طيب انت عندك كلمة you should تاخد have المصدر يبقى رقم C. ستة وثمانين you should have not the car، عندك car يبقى انت عايز بعد car تصريف تالت، بعد car تصريف تالت يبقى رقم C ورقم B. طيب هي have had ولا have made؟ you should have not the car repaired last week. يبقى هاد ريبيرت شود هاف وتصريف تالت، يبقى يو شود هاد ذا كار عشان تخليها انت سببية بقى، يبقى يو شود هاف هاد ذا كار ريبيرت، لأن ميد ما بيجيش بعد ما بيجيش بعدها بعد المفعول بتاعها بيجي مصدر، كلمة ميد بيجي بعد المفعول بتاعها مصدر ما بيجيش تصريف تالت. سبعة وثمانين علي will not not his best friend احمد. طيب عندك بس his best friend احمد ديا عاقل، يبقى انت عايز يا اما المصدر يا اما تو المصدر. طيب يبقى رقم بي هي اللي معايا ورقم دي. طيب هاخد بقى هاف رقم بي ولا هاخد رقم ولا هاخد دي؟ طيب هي هاف ما بتجيش مع تو ووش، ما بتجيش تو والمصدر، بتيجي هاف والمفعول والمصدر، يبقى رقم دي. 88 he last had his eyes tested، يبقى كده جملة مبنية جملة سببية ومبنية للمجهود، يبقى خلى عينيه تفحص 10 months ago منذ 6 شهور. طيب يبقى انت عايز الجملة دي تفسيرها ايه؟ يبقى he had tested his eyes غلط، لانه مش هو اللي كان بعملية الفحص العين، الدكتور هو اللي قام بعملية، يعني جملة سببية. طب he hadn't tested هو مفحص عينه طبعا غلط، he hasn't had his eyes tested برضو for 10 months نشوفها دي، he hasn't had his eyes tested for 10 months يعني هو ما جعلش عينه فحص لمدة 10 شهور. هو اخر مرة فحص فيها كان 10 شهور، يبقى الجملة دي صحيحة. صحيحة من ناحية المعنى، تعال نشوفها من ناحية القاعدة، جايب هاد وجايب هيز ايز غير عاقل وجايب تيست التصريف تالت يبقى صح. هي didn't have any test ما عملش اي تيست on his eyes in 10 minutes في خلال 10 شهور، مش ده المعنى. هو بيقول لي اخر مرة حصلت عملت التيست كانت من 10 شهور، يبقى رقم سي صح. 89 have music not here. طيب have music not here، heavy music، heavy music not here not. طيب heavy music دي بتاخد هي اصلا مفرد، يبقى تاخد الفعل اللي فيه اس، يبقى عندك رقم سي دي تطلع بره. وعايز يقول الموسيقى بتجعلها
عصبية، تجعلها عصبية. كلمة يجعل يعني ميك، ميك يبقى ميك هير نيرفس، يبقى كلمة ميك وبعدين ضمير مفعول وبعدين صفة. قاعدة كده، ميك ومفعول وصفة، ميك ومفعول عاقل وصفة. رقم 90، هي ميد مي نوت ذا ورك اجين، اي ووز ميد. خد بالك من كلمة ووز ميد، بيجي اهي كلمة مبنية للمجهول، كلمة ميد يعني بيجي بعدها تو المصدر، تو المصدر. فين تو المصدر؟ رقم دي ورقم بي. طيب رقم بي، رقم بي ورقم دي. طيب هي ميد مي، عندك بقى ميد، ميد بقى ميد ومفعول ومصدر، ميد ومفعول ومصدر. يبقى رقم دي لا تاخد، يبقى دو وبعدين تو دو. وكده نكون خلصنا الوحدة الستة من كتاب ماي نيو فريند الفاينل ريفيجن. وكنت استفدت بأي معلومة في الفيديو اكتب تعليق استفدت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.